وللحديث عن الحملة الأخيرة التي قامت بها هيئة علماء المسلمين ومنظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية في نينوى، معنا من أربيل المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى دكتور ناصر الفهداوي. دكتور ناصر، بداية السلام عليكم، هل وضعتنا في تفاصيل حملتكم في مخيم حسن شام الثاني بمنطقة الخازر شرقية مدينة الموصل؟ عليكم السلام، حياكم الله سيد الكريم، حيا الله التناصرات بين مشاهدي الكرام. هذه الحملة قدمتها منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية بالتعاون مع هيئة علماء المسلمين، حيث قدمت منظمة أم القرى للقسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين 500 منحة مالية على أهلنا النازحين من مناطق مختلفة من محافظة نينوان من مدينة الموصل وكذلك من أطراف هذه المدينة الكبيرة، وكذلك أهلنا النازحين من محافظات أخرى من العراق من المخيمات التي تم إغلاقها قسرا مؤخرا قبل أكثر من سنة، ولذلك لجأت هذه العائلات الكثيرة إلى هذه المخيمات حيث باتت هي الملجأ والمأوى الوحيد الذي تلجأ إليه العائلات النازحة من هذه المخيمات ومن هذه المناطق التي يمنع عودة أهلها إليها، وكذلك العائلات التي ما زالت بيوتها مهدمة في مناطق سكنها الأصلي، وكذلك التي لا تجد سبل العيش الكريم في تلك المناطق، ولذلك هي تبقى في هذه المخيمات. ولذلك جاءت هذه الحملة ضمن سلسلة الحملات التي تقدمها منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية. ما أهمية هذه الحملة دكتور ناصر يعني في هذا التوقيت، لا سيما مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية؟ حقيقة هو السوق العراقي يشهد ارتفاعات متواصلة، وكذلك هذه تثقل المواطن العراقي والناحح الذي لم يقدم له الإعانات من الجهات الحكومية المسؤولة عن رعاية النازحين والمهجرين، أهملتهم هذه الجهات، ولذلك هذه حقيقة تأتي في وقتها وتأتي في زمنها المناسب للنازحين، لأنهم يعانون الظروف المعيشية الصعبة في المخيمات وكذلك في مناطق التهجير والنزوح. هذه الحملة تقدمها المنظمة بالتعاون مع علماء المسلمين، لذلك الاطلاع الميداني على ظروف النازحين في هذه المخيمات وكذلك ظروف النازحين في مناطق النزوح. طيب دكتور، يعني أنتم يعني تتحدثون عن 500 عائلة، يعني هذه الأرقام كبيرة من النازحين، إلى أي مدى تشير بوضوح إلى وجود أزمة إنسانية كبيرة في العراق لا سيما في محافظة نينوى تحديدا؟ حقيقة سيد الكريم، هذا العدد هو جزء من مخيم واحد من عدة مخيمات في منطقة واحدة، هناك عدة مناطق في كردستان العراق وكذلك عدة مخيمات في محافظات أخرى من العراق، ما زالت مخيمات في الأنبار، بعض المخيمات في الأنبار فيها آلاف من العائلات. هذه المنطقة لوحدها منطقة الخازر فيها قرابة 4500 عائلة في هذه المخيمات، في منطقة مترامية الأطراف في خيمة صغيرة جدا لا تكاد تحتضن العائلة على حجمها العراقي المعروف، 6 نفرات أو 7 أشخاص أو 8 أشخاص يسكنون في خيمة صغيرة جدا. تفاصيل الحياة اليومية لهم مزعجة بشكل كبير، حقيقة ظروفهم مأساوية، والأعداد ما زالت كبيرة، أعداد النازحين ما زالت كبيرة، وما زالت كثير من العائلات تعود من مناطق سكنها الأصلي بعد أن ذهبت إلى هذه المناطق ووجدت أنها لا تجد قوت يومها، لذلك اضطرت للعودة مرة أخرى لهذه المخيمات. إغلاق العديد من المخيمات قسريا دكتور ناصر، إلى أي مدى أثر على مخيم الخازر في الموصل والنازحين وكذلك احتياجاتهم؟ كانت هناك كثير من المخيمات القريبة من هذه المنطقة، كانت هنا مخيمات حمام العليل التي كانت فيها عشرات آلاف العوائل، وكذلك مخيمات الجدعة، وكذلك مخيمات الونس ديارة، ومخيمات كركوك ليلان،
ويحياوة، وكذلك مناطق أخرى قريبة في كركوك وفي صلاح الدين وفي مناطق الموصل وكذلك في منطقة البيهق. شكرا جزيلا. من أربيل المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى دكتور ناصر الفهداوي، شكرا جزيلا لك.